مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الاسبوعي على قناه ميدي ان تي في. الماتش والبدايه كالعاده بابرز العناوين. بعد الغياب ولعقد من الزمن، اولمبيك خريبكا يعود لمنصه التتويج باحرازه لقب كاس العرش للمره الثانيه في تاريخه، وذلك بعد فوزه على منافسه الفتح الرياضي بضربات الترجيح. فرحه مستحقه للوسيكا الذي يرد دينا للفتح عمره 20 سنه، وحسره رباطيه على تبخر حلم الاحتفاظ باللقب للمره الثانيه على التوالي. سبق لي باش لعبت 3 نهائيات نتاع كاس وما فزتش بهم وما حبيتش نقولهم. لعبت في تونس وانهزمت، لعبت في السعوديه وانهزمت، الحمد لله توفقنا في المقابله هذيا. مراد بطنالي ديما كي ماركي ديا اليوم، دونك فوالا سي المكتوب. العام اللي فات هو اللي ماركانا البيوت في الفينال، دونك يفو اكسبتي. اللي مهم هي اون جوي سكون فولي فير، اي بي ابخي يفو اكسبتي. تاهلنا الفينال الدقيقه الاخريه، ما كتبناش الفينال. فوالا فيليسيتاسيون مي جوار. بعد التتويج بلقب كأس العرش، أولمبيك خريبكا يعني وجه البوصلة نحو البطولة الاحترافية لتصحيح المسار بعد بداية صعبة. 3 هزائم متتالية و4 منذ بداية الموسم أبعدت وصيف بطل النسخة الماضية عن كوكبة المقدمة. وضع يحتاج لتسوية قبل قص المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الأشهر القادمة. المنتخب المغربي تأهل لدور المجموعات من تصفيات مونديال روسيا دون أن يقنع، خلاصة عبر عنها كل العارفين بكرة القدم، وهي بالتالي رسالة لمن يقودون سفينة المنتخب بتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوات الأوان. قاد الرجاء البيضاوي لكنه لم يطل المقام، ثم عاد للبطولة الاحترافية من بوابة نهضة بركان. الحديث هنا عن المدرب الفرنسي بيرتران مارشان، والذي يطمح لتحقيق نتائج إيجابية مع فريق يملك كل مقومات النجاح. بيرتران مارشان ضيف الماتش في فقرة الكوتش. كنت أعرف أن نهضة بركان فريق طموح بوسائل وأهداف مهمة جدا في المستقبل، مما جعلني أهتم بالأمر لأحل هنا وأساعد الفريق على التطور. وفي فقرة بورتري ضيف اليوم هو حارس مرمى فريق شباب الريف الحسيمي ياسين الحظ. الحظ قال أنه محظوظ بمجاورة الفريق الريفي اللي اعتبره نادي متكامل ومؤهل لمقارعة الكبار والمنافسة على الألقاب. كانت عندي 3 عروض، كان العرض اللي هو كان في المستوى اللي كان تيوازي الطموحات ديالي كان مع الفريق ديال شباب الريف الحسيمي. الحمد لله وجدت في هذا الفريق هذا كل الدعم. إذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نمشي ونقول هذه المواضيع، نخليكم مع فقرة كلام الكاميرا واللي غترجع بنا لإنجاز الكرة الخريبكية في منافسات كأس العرش. إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة اللي على غير العادة قمنا بتسجيلها يعني في هذا الأسبوع، ولذلك يعني مباشرة بعد لقاء النهاية وفوز أولمبيك خريبكا والسبب تواجد معنا هنا في بلاتو برنامج الماتش للمدرب التونسي لفريق أولمبيك خريبكا سي أحمد العجلاني. مرحبا بك أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا.
معنا كذلك نجم لقاء النهائي محمد أمين البرقادي حارس مرمى لوسيكا. مرحبا بك أمين. يبارك فيك وشكرا على الاستضافة. معنا كذلك الزميلين بدر الدين إدريسي. بدر الدين مرحبا. مرحبا بك زميل جلال. مرحبا بكل المشاهدين الكرام وهنيئا لأولمبيك خريبكا لاعبين وطاقم تقني وجماهير على فوزهم بكأس العرش. هشام رمرا مرحبا. مرحبا جلال ومرحبا بالضيوف ديالنا الكرام. اذا كان فوز فريق اولمبيك خريبكا وكما قلنا في يعني العناوين رد الدين يعني بعد 20 سنه كريدي قديم كان عند الاولمبيك خريبكا مع فريق الفتح الرباطي. بسرعه في البدايه سي احمد عجلاني كيفاش عشتي انت هذه المباراه النهائيه؟ avec beaucoup d'émotion. معناها كان ضغط كبير، كانت مسؤوليه كبيره، كنت في الداخل نتاعي عندي بتيت ريفونش على النهائي نتاع الكاس. سبق لي باش لعبت، صحيح وصلت لمنصه التتويج لكن ما تحصلتش على الكاس، معناها مع فرق كما النجم الساحلي ولا نادي القادسيه السعودي، لكن الحمد لله المره دي الثالثه ثابته كما نقول. الانتصار مهم، جاء من عنق المعاناة ومعناه وكانت فيه معناه صعوبات كبيرة للفريق وتضحيات كبيرة من اللاعبين ومن من طول ستاف تقريبا. والحمد لله دائما النهاية لما تكون سعيدة تنسيك في في الاتعاب هذه. نهايه سعيده بالنسبه لفريق اولمبيك خريبكا. اول لقب بالنسبه لك محمد الامين برقادي؟ اول لقب كرسمي. سبق لي وفزت مع فريق رجاء البيضاوي بلقب البطوله. ولكن كنت احتياطي، ولكن هذا اول لقب رسمي اللي جد فخور به وجد سعيد للاسره الخريبكيه ككل. إذا بعد سنوات من المعاناة واللعب من أجل البقاء في قسم الكبار، أولمبيك خريبكا يعود للواجهة من جديد وصف البطل في النسخة الماضية من البطولة الاحترافية. يعني اليوم دشن الموسم بالتتويج بلقب كأس العرش ولا حساب يعني منافس حرمه من معاناة الكأس الفضية قبل عقدين من الزمن وهو الفتح الرباطي. كيفاش جاء تتويج أولمبيك خريبكا بلقب كأس العرش في قراءة لزميل عبد الله الجعفري؟ بحضور الأمير مولاي رشيد وفي احتفالية كروية شهدها ولأول مرة ملعب مدينة طنجة الكبيرة، توج فريق أولمبيك خريبكا بكأس العرش للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه وبضربة الحظ على حامل اللقب الفتح الرباطي. اللقاء الذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا بتواجد محترم لعشاق الفريقين ولأعداد غفيرة من الجماهير الطنجاوية، تميز وكعادة المباريات النهائية بالحيطة والحذر خاصة من طرف الفريق الخريبكي الذي ظل وفيا للأسلوب الذي وضعه المدرب التونسي أحمد العجلاني منذ قدومه للقلعة الفوسفاتية قبل أقل من سنتين. بالنسبة لأحمد العجلاني كان تعني كثير، فيها معاناة كبيرة وكان ألم كبير للفريق. سبق لي باش لعبت ثلاثة نهائيات متاع كأس وما فزتش بهم وما حبيتش نقولهم. لعبت في تونس وانهزمت، لعبت في السعودية وانهزمت. الحمد لله توفقنا في المقابلة هذه اللي ضد فريق صعب المراس، لكن لو غرون ميريت يرجع للاعبين. جو سوي تري فيير بالمجموعة اللي عندي. ألوسيكا بقيادة العميد المتألق إبراهيم البزغودي أمن كعادته خط الدفاع وتكتل في وسط الملعب لكسر هجمات منافسه، وللوصول لمرمى الحارس عبد الرحمن الحواصلي لجأ للهجمات السريعة والمرتدة وأحيانا للتسديد من بعيد. رهان نجح فيه وباقتدار، وإن لم يتمكن من هز شباك الفتح طيلة المباراة التي امتدت الأشواط الإضافية قبل أن تنتهي بضربات الجزاء. الفريق والخريبكي كان قريبا من كسب الأفضلية لو أعلن الحكم شعيب الحرش عن ضربتي جزاء طالب بهما البزغودي الذي سقط مرتين في منطقة الجزاء دون أن يجد تجاوبا من الحكم الذي أعلن في الحالتين عن ضربة مرمى.
الحمد لله هذا اول لقب شخصي ليا، واخا كنت فزت مع فريق الرجاء ولكن كنت في دكه التحتيات. ركلات الترجيح كنظن انا عندها جواب واحد، هي ضربات حظ كما شرتي. الركله الاولى كانت مهمه جدا، الحمد لله بتوفيق من ربي وبتركيز شيئا ما استطعت باش نحصل عليها، اللي عطات كنظن ثقه للاعبين. كما كتعرف الكاس كتربح ماشي كتلعب، حنايا كنا عازمين باش نحققوا هذه الكاس هذه. رغم الهزائم اللي انهزمنا في البطوله كلشي كان كيرشح فريق الفتح، ولكن الاداء ديال الدراري والرجوليه ديالهم اليوم بينات بان فريق اولمبيك خريوي قادر على الالقاب. فهي كتبقى مقابله ديال النهايه، والمهم في النهايه هو الفوز، هو هذا الشيء اللي تاثر علينا، حصلنا على الكاس الغاليه علينا، فالحمد لله الاداء كيتنسى، المهم كيبقى هو اللقب. من جهتها الفريق الرباطي الذي كان يطمح للقب ثاني على التوالي كان أكثر جرأة وضغط على خصمه في منطقته لكن دون فعالية، أو بالأحرى غابت اللمسة الأخيرة عن لاعبيه وخاصة مراد بثنا وأمن الكاس، لينتهي الوقت القانوني بلا غالب ولا مغلوب. وكذلك كان الحال بعد نهاية الأشواط الإضافية، ليلجأ الفريقان لضربات الحظ التي ابتسمت للفريق الخريبجي بالعلامة الكاملة، وأدارت ظهرها للفتح بتضييع كل من محمد نهيري ومراد بثنا لضربتي الجزاء. مالوغوزمون سي الفوتبول فو اكسبتي. On a fait ce qu'on voulait faire. On a le plan de jeu, on a le courage, on a attaqué. On a pendant 120 minutes, on a eu beaucoup de situations. On a manqué dans les derniers gestes et bon, on a été puni par les pénalties à la fin. Mais à partir du moment où on a les regrets, parce que les Abadiali déroulent le match, on voulait faire une belle finale. Alhamdulillah. في المقابله قدمنا مستوى كان كبير، اللاعبين كاملين كانوا يعني واعيين بالمسؤوليه، لكن ما توفقناش في الضربه الترجيحيه. هذه كره القدم، انا من هذا المنبر كان فريق اولمبيك خريبكا اللي حتى هو كيستاهل هذا الكاس هذا، مي كنتمنى ان شاء الله نخدموا ما فيه الكفايه، لان كتسنى باقي البطوله باش اننا نحقوا فيها نتائج ايجابيه ان شاء الله. اول حاجه بعدا تنبغي نشكر الفريق الخريبكي، واخا هكاك قدم مقابله كبيره الصراحه، كان النيت ديالنا واخا اننا سيطرنا على المقابله. الحمد لله كيف ما قلتي الكره هي هذه كره القدم، هي هذه فيها فائز وفيها في منازم، وتنوعدوا ان شاء الله الجماهير الفتحيه اننا نمشيو مزيان بطوله الوطنيه ونحققوا ان شاء الله هذا العام، نعاودوا هذه الخساره ان شاء الله. لكن تتوصل لضربه الترجيحيه دونك تيكون الحد، نحاول ان شاء الله ننساو هذه لا ديفيت ولا قاسها شويه، ننساوها ان شاء الله في اسرع وقت، وبجهد الله تعالى نركزوا على البطوله. التتويج الجديد لأولمبيك خريبكا يحمل أكثر من رمزية، فهو يشكل عودة خريبكية لمنصات التتويج الخاصة بالكأس بعد 10 سنوات من الغياب، رد للاعتبار من الفتح الذي توج على حسابه في نسخة العام 1995، وتتويج لمسار موفق مع المدرب التونسي أحمد العجلاني الذي قاد الفريق لمركز الوصافة في البطولة الاحترافية، ومن ثم المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. عصافير كثيرة أسقطها الأوسيكا بحجر واحد في انتظار تصحيح المسار في البطولة الاحترافية، تطورات تكرس التغيير المتواصل في الخارطة الكروية الوطنية، والتي أصبحت لا تؤمن بمنطق القوى التقليدية بعدما كان التتويج بالألقاب لا يخرج إلا لماما من العاصمتين الإدارية والاقتصادية. إذن فوز لفريق أولمبيك خريبكا في هذه المباراة النهائية اليوم الأربعاء الماضي، لقاء خلينا نقولوا يعني ما وصلش يعني لمستوى التطلعات، لكن العديد من المختصين كيقولوا مباراة نهائية راه كتلعب كتربح ماشي كتلعب، ما يمكنش يمكننا ننتظروا شي مستوى كبير. ربما خلينا نقولوا سي احمد العجلاني، شفنا اللقاء اللي كنا كنتوقعوا يعني سيناريو اللقاء، الكره البوسيسيون الفرص ربما لفريق الفتح الرباطي، وفريق اولمبيك خريبكا يتعامل يعني بذكاء وحسب امكانياته في هذه المباراه النهائيه. اللي تكسب به تلعب به، انا احنا كل واحد عنده الامكانيات وكل واحد عنده المجموعه البشريه اللي يكسبها واللي يتمتع بها. في كرة قدم الادوار النهائيه تتحسب بشكون يكسب، نعم، ومباراه نهائيه
ممكن كانت تكون مباراة مختلفة لو تمكن سواء فريق الفتح الرباطي ولا أولمبيك خريبكا باش يسجل في الفترة الأولى، ممكن كنا نشوفه مقابلة مختلفة. نعم. لكن لما تبقى النتيجة على حالها ما يصيرش تسجيل أهداف، ما عادش الواحد لا يجازف لا مدرب خريبكا يجازف ولا مدرب الفيوس يجازف. بقينا على هالشكل هذا وكنا ننتظر في اخطاء. احنا عندنا نقاط قوه نتاعنا في 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 اخر المقابله لما ينقص التركيز، عندنا تركيز عالي من اللاعبين نتاعنا، تعودنا باش نلعب بطريقه معينه باسلوب معين، وعندنا لي بتيزاتو نتاعنا باش نسجلوا بهم الاهداف، وشفنا حتى الفرص الواضحه ما كانتش فرص واضحه جدا، حتى الفتح الرباطي تقريبا ما كانتش فرص واضحه جدا اللي هدت المرمى نتاعنا، كانت فرصه في الدقيقه 113 وفرصه اخرى للاولمبيك خليبيا في 118 معناها، لكن تمكنت المقابله باش نلعبوا بالطريقه. احنا السيناريو ما كناش عاملين على باش نلعبوا ضربات جزاء، ما كانش السيناريو هذا، وانا ما حكيتش فيه مع اللاعبين على امكانيه باش نلعبوا ضربات جزاء، لكن احنا باش نلعبوا وباش نلقاو نعرفوا اللي باش نلقاو فرصه باش نربحوا بها المقابله. كنت تقريبا متاكد، عندي كان ثقه كبيره في المجموعه اللي احنا بالرغم من لا سوفرانس اللي تعدينا بها كنا قادرين باش نسجل وباش نفوز بالكاس. بدر الدين، انا كان اعتقد لانه الكثير منا وهو كي يتوجه الى مباراه نهائي كاس العرش ما بين اولمبيك خريبكا والفتح الرباطي كان يظن وظن في محله ان غادي يكون هو النهائي المثالي، على اعتبار ان فريق اولمبيك خريبكا هو وصيف بطل النسخه الماضيه للبطوله الاحترافيه، وايضا ان الفتح ياتي الى النهائي كاس العرش وهو حامل اللقب، وايضا من خلال المشوار اللي قطعه كل فريق في الوصول الى المباراه النهائيه، بمعنى انه كان نهائي مستحق، وبالتالي كنا نتصور يعني جماليا انه ربما سيكون النهائي المثالي، ولكن الذي يعرف فكر المدربين مع لا احمد العجلاني ولا وليد الركراكي سيقول على ان مباراه ستكون تكتيكيه وستلعب على الجزئيات الصغيره جدا، مدربان معا يركزان على ان اللاعبين خصهم يكونوا بتركيز عالي طوال اشواط المباراه، ما يخليوش ادنى ثغره في اي مكان من الملعب، مدربان ايضا يصرن على الصرامه التكتيكيه في تطبيق التعليمات، وايضا مدربان ما يسمحوش باي تنازل على هبوط عمليه التركيز في اي لحظه من لحظات المباراه، وبالتالي انا اعتقد انه بالرغم من اننا احنا نتشوق الى رؤيه الاهداف ورؤيه فرص التهديف وايضا الى رؤيه لاعبين يبدعون على ارضيه الملعب، ولكن ملي كتشوف مدربين بهذا الشكل وكتشوف على ان الغايه هي في النهايه هي الفوز بكاس العرش، وعندما ندخل الى نهائي كاس العرش ندخله لكي نفوز به، انذاك ربما كل الوسائل كتصبح ممكنه، ولكن انا في اعتقادي على انها مباراه تطابق فيها الفريقان مع انفسهم، ولو ان اولمبيك خريبكا ربما كان كيمر بواحد حاله فراغ نتيجه ثلاث هزائم متتاليه على النقيض من الفتح الرباطي، ولكن كنعتقد وهذا هو الشيء الذي يجب ان يهنأ عليه اولمبيك خريبكا، انه جاء الى المباراه النهائيه وهو في حاله تركيز ذهني قبل ان يكون لا تقني ولا تكتيكي ولا بدني، في حاله تركيز ذهني كبير جدا من اجل ربح ريال الكاس، وقد كان له ذلك. وشنو كانت يعني في نظركم السي العجلاني ولا محمد امين بورقادي الاهميه ديال المباراه السابقه مع الفتح في البطوله؟ امين. كنظن لا سيدي احمد خرج بالاوراق ديالو كامله، ولا تا وليد الركراكي، يعني نحن ولا فريق الفتح ما بغيناش نكشفوا الاسرار ديالنا، ولكن في نفس الوقت بجوج كنا كنطمحوا للفوز بالمقابله، لان هذه تعطينا واحد حافز معنوي جد ايجابي لمقابله النهايه، شيء ما تاثرناش، ولكن بتركيز كبير كما شرتم قبل ديال اللاعبين وخبره ديالهم والتجربه ديالهم استطعنا باش نوصلوا لمباراه النهايه بالشكل اللي بغينا احنا، ونخوضوا المقابله كما ينبغي. هناك من يحمل يعني المسؤوليه ان المباراه ما كانش فيها فرجه كبيره
اللي ربما السي احمد العجلاني كيقولوا السي احمد العجلاني انا بالطريقه والخطه ديالو اللي كيتبعها ما كيعتمدش فيها على الفرجه الكبيره على لا بوسيسيون البال على السيطره كيخلي دائما المبادره للخصم ويعني كيقوم بحملات مضاده. واش هذا الفكر ديالك انت كمدرب او لاي مدرب يعني لوتي دو ترافاي ديالو هو اللاعبين والتركيبه اللي كيتوفر عليها؟ اول شيء باش نجاوبك في الشق الاول على نعم. المباراه نتاع البطوله ديال الاولى نعم المباراه نتاع البطوله معناها انا لعبت وخليت تقريبا خمسه سته لاعبين اساسيين في الفريق نعم. خليتهم في الاحتياط وكنت نسعى في وسط المقابله هذيك باش نكسب نتيجه نعم. اول شيء كان كسبت نتيجه وعندي خمسه ولا سته لاعبين اساسيين بزغودي باكايوكو رشيد تبركانين سيدي بي المجموعه نتاعي وخليتهم على دكه الاحتياط معناها كان كسبت نعم. بالطريقه هذه انا كسبت نعم. اسوندون بسيكولوجيك على نعم. الفوس وكان خسرت كانت عندي الورقه نتاع نعم. اون ريفونش معناها باش تاخذ ريفونش اون كارت عندك مخبعه نتاع 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 لا ريفونش وهذا اللي صار داير حتى في التحضير نتاع المقابله كنت دائما نتكلم على بروندر اون ريفونش بالنسبه للمقابله الامكانيات اول شيء بالنسبه للمنظور الرياضي راهو كل ناس كما كنت نحكيه قبل في الكواليس لو فوتبول انجلي معناها باس طويله نتاع 30 متر في صدر صاحبك الجمهور يصفق عليها الى بريسي ان تاكل دو ريكوبيراسيون الجمهور نعم يصفق له في المغرب يحبوا يلعبوا تيكي تاك نعم تيكي تاك مزيان لكن وقت اللي تكون ما عندكش امكانيات ما يمكنلكش واحد اثنين احنا الناس الكل تشوف الا في التيران احنا اولمبيك خريبك ما عندناش وين نتدرب. ما عندناش. معناها لازم وقت نقولوا ما عندناش ممكن الناس تقول والله العجلاني يبالغ شويه. لا ما عندناش. ما عندناش لا ملعب تاع تمارين ولا ملعب تاع كومبيتيسيون. وفين كتدربوا السي العجلاني؟ كنتدربوا يا مين يجاوبك. تدربوا برسك في الشارع. ينجم عنده حتى اي واحد من الزنقه يقول لك كلمه ويمشي على روحه. معناها باش نقول لك معاناه معناها وانا راني الكلام هذا اللي قلته راني قلته في اجتماع برئيس النادي ونائب الرئيس والوالي بتاع الجهه وقلت لهم ممكن تكون هذه اخر مقابله نتاعي في خريبكا الدور النهائي معناها عندي طاقه نتاع نستحمل انا واللاعبين نتاعي معناها احنا طالبين منا ما عنديش افكتيف عندنا تقريبا 13 لاعبين طالبين منا باش نلعبوا مزيان ونربحوا البطوله ونربحوا الكاس ونربحوا كاس افريقيا ونربحوا كاس اوروبا بزاف عليه معناها نظن اللي ودابا انت المشكل ديالك السي احمد العجلاني راك عاد تجبد صداع على مدربين اخرين يقولوا يعني الناس وشوفوا راه العجلاني المسؤولين ديال فرق اخرى العجلاني ما عنده تيران يعني ما عنده فينيتريني ما جبنا له ريكروتمون هو دا لا كوب وغادي بزياده بس انا باش نقول لك انا عندي جواب عندي رجال نعم اللاعبين اللي هما اللي انا افتخر بهم ما عنديش مشكل خاصه مع اللاعبين نتاعي انا عندي رجال عندي غرفه ملابس اش تقولوا له انتم مستودع الملابس كما قلت نقي جدا صحيح عندي اون بون ريلاسيون بين اللاعبين نتاعي عندي اللاعبين مضحي على خاطري وانا مضحي على خاطرهم نعم سي سكي في لا ديفيرونس انا معناها شرفوني معناها اي جو سوي فيير دو مي جوار نعم هذا جانب عاطفي مهم جدا ربما كي تحسب السي العجلاني كي تحسب بعض المدربين اللي كينجحوا في اطار ظروف صعبه وصعبه للغايه صحيح ان ما نسمعه ربما يصيب شويه بالاحباط لانه احنا في اطار بطوله احترافيه لها من الامكانيات ما لها مع فريق يقال على انه مؤطر باسم مقاوله كبيره في المغرب ولكن مع ذلك يعيش هذا الذي يعيشه كنعتقد انه هذا الانجاز ربما يكون حافز لتغيير الصوره القاتمه ويعني ربما كنهني
يبني السي العجلاني، لانه لما المدرب يستطيع انه يتبنى مقاربه الابوه او الاخوه على مستوى تدبيره للاعبين، تدبيره لنفسيات اللاعبين، هذا هو منتهى النجاح اللي كيسبق اي شيء اخر. جاتنا فرصه راهو احنا، لانه الناس تعتبرها مقابله نهائيه برك. لا لا، كان ان بلان، كان تخطيط. صحيح. كان تخطيط. احنا تقابلنا مع، جاتنا الفرصه، كنا في فندق في طنجه، وجاتنا الفرصه باش تقابلنا مع السيد الرئيس المدير العام تاع الشركه الرايه تاع لو سي بي، سي طرا. كانت فرصه، وكان ان اوبجيكتيف بيننا وبين الملاعبين، معناها تفهمنا، وهذا من المقابله نتاع طنجه، معناها من المقابله نتاع الربع النهائي. قبل المقابله نتاع الربع النهائي كان عندنا اوبجيكتيف، باش قلنا باش نعاودوا نتقابلوا مع سي طراب في الفينال، باش نهزوا الكاس، لانه كان طموح، معناها طموح بيني وبين اللاعبين، بين الاطار الفني واللاعبين، باش نوصلوا الكاس، باش نغيروا شيء من الاشياء في خريبكه. معناها ماهيش مقابله عاديه احنا وصلنا لها، لا لا، سيتي ان اوبجيكتيف، معناها كان هدف اللي احنا حطيناه بين عينينا، نصب اعيننا، باش نوصل، باش نحقق شيء، لانه الفريق يحتاج الى وضعيه افضل. هو اصلا يعني المباراه النهائيه كانت كتجمع بين نقيضين، يعني نقيض اللي هو الفتح، يمكن انه فريق مستقر عنده امكانيات، ولكن في المقابل انه كاين فريق اولمبيك خريبكا الان اللي كاينه معاناه اللي تحدث عليها سي العجلاني، لا في الحوار ديالو السابق مع برنامج الماتش ولا حاليا. اذا هنا كتاكد انه المنطق ديال الكاس هو منطق اللي يمكن انه بوحده، فالفتح جاء دخل المباراه كحامي النقب، كفريق عنده ترتيب جيد مقارنة مع أولمبيك خريبكا، أولمبيك خريبكا دخل كفريق اللي يمكن أنه كتنقصوا النتائج وكذلك فالإمكانيات. وهذا هو يمكن أنه السؤال، كيفاش ممكن أنه بالنسبة للمدرب ولا لاعبين ولا يمكن هذاك المكونات، لأنك سي العجلاني في الحوار ديالك قلتي أنه جميع المكونات ديال الفشل كتوفر في أولمبيك خريبكا، يعني كيفاش من هذا المنطلق هذا ممكن ندخلوا مباراة نهائية ديال كأس العرش ويمكن أننا نتنافسوا عليها ويمكن نعدوا فريق، ويمكن يعني هنا واش ما كاينش واحد الصعوبه او لا كاينه شي وصفه يمكن نقولوا انه من غير انه عندك مستودع ملابس نقي، من غير يمكن انك تاقلمتي بما يكفي مع البطوله الوطنيه، يعني كيفاش هذا السر هذا؟ باش نعرفوا هذه القضيه، لانه جرت العاده اننا نصدر مكونات النجاح، اذا كانت مكونات الفشل نصدرها. باش نقول لكم، باش نفاجئك وفاجات كما فاجات اللاعبين نتاعي في الرينيون دافون ماتش، انا مستنس ناخذ ساعه الرينيوم تاع الماتش هذايا، معناها تاع الفينال، نص ساعة فيزيوناج 20 دقيقة وعشرة كلمات في 10 دقائق تحضير معنوي، لا تكلمت لا كتكد لا كتروترو لا تكتيك ولا بيلانتيات ولا برولونغاسيون، تكلمت على لا موتيفاسيون، واستعنت ان بريباراتور مونتال اللي جبته انا من الاول وحضرت معاه التحضير نتاع الفينال، كان تحضير خاص لمقابله خاصه، معناها ما حكيناش كوره مع اللاعبين، اللاعبين الكل ما حكيناش كوره، ما حكيناش لا كتكدو ولا ادفرسير ولا باطنا ولا المدرب ولا الركراكي ولا، ما حكيناش. احنا عملنا اون بريباراسيون مونتال، كومون اتر سوليدير، كومون غاني، كيفاش نجمو نربحو. جبت لهم دي فيديو نتاع لور اكسبلوا، سواء الموسم الفارط ولا الموسم هذا، في 20 دقيقة. جبت لهم ان اكزامبل نتاع ان تورو، كيفاش دي توريرو اللي واحد منهم تضربه، وكيفاش لو جروب ايتي سوليدير باش يحميه وصاحبهم ما يقتلوش لو تورو، كومون تيتر سوليدير. هذا فاش تكلمنا لمدة 20 دقيقة، طلبت منهم اهداء خاص من اللاعبين للناس اللي تعز عليهم، الملاعب المصاب اللي قعد 6 اشهر وامه ووالديه معناها واقفين عليه ويسهروا عليه، المعاناه نتاع الزوجه، المعاناه نتاع اللي عندهم اولادهم، اللي عندي وهذه اللي قالها لي بريباراتور فيزيك، بريباراتور مونتال من الصيف، قال لي تويا 3 جور اللي جابوا في الموسم هذا، جابوا 3 بنات وكل واحدة فيهم اسمها أميرة.
جي دوموندي او جوور دو ديدي سيت في سيت كوب كل وحده لبنياتها وكل وحده للاميره ديالها للاميره ديالها. اذا بطبيعه الحال سمعنا ردود فعل ديال فريق اولمبيك خريبكا بالتتويج من خلال المدرب ديالو السي احمد العجلاني وكذلك حارس المرمى امين البرقادي. رجعوا للملعب طنجه الكبير ونشوفوا يعني ردود فعل عينه اخرى من اللاعبين ديال فريق اولمبيك خريبكا مباشره بعد التتويج باللقب. السنه الماضيه كانت استثنائيه، فهذا العام اكدنا بالتتويج بهذه الكاس الغاليه، فالحمد لله كنشكر جميع اللاعبين اللي كانوا كما نقولوا رجاله ضد فريق اللي مستوى كبير خلق لنا بزاف ديال المتاعب، فالحمد لله انتصار مستحق. راه شفنا اليوم اللي جوا قدموا واحد المباراه كبيره، واحد الروح قتاليه كان في المستوى، وكنا وميريت سيت فيكتوار باسكو انا ترافايو دور والحمد لله. والحمد لله الحمد لله نفرحوا هذا الجمهور هذا وهذا تعويض ديالي بعدا اللي مشى ليا مع نهضه بركان مع فريق الفتح الرباطي، والحمد لله هذا العام توفقنا ودينا والحمد لله ان شاء الله خصو يزيد يحفزنا باش نمشيو في البطوله الوطنيه ان شاء الله ونتكلاصاو من الاوائل ان شاء الله باذن الله. هذا الشيء اللي كنا ماجين ليه وجوج المقابلات اللي كانوا فاتوا كان ستريس بزاف، والحمد لله جينا لهاد المقابله باش ناكدوا بان احنا كنا مفرغين كل جهه ديالنا لكاس العرش. الحمد لله دابا دينا هاد اللقب ان شاء الله كان ديوان جمهور خريبكا. اذا كان هذا تصريح لاعب بلال مقري من فريق اولمبيك خريبكا. هاد المباراه النهائيه اللي عرفت حضور جماهير الفريقين وايضا يعني جماهير الطنجاويه، فريق الفتح دائما يقال بانه لا يتوفر على قاعده جماهيريه كبيره، اثبت العكس يعني بتوافد الالاف من عشاق لمدينه طنجه، خطوه يعني اسعدت كثيرا المدرب وليد الركراكي اللي وعد الجماهير بتحقيق نتائج جيده في البطوله. لا الحمد لله بداو كيرجعوا بينهم اللي كان بوبليك فيسيست، فوالا فرحت ملي شفتهم جاو تال طنجة. دابا فولي فيسيتي الناس كانوا كيقولوا معنا الجمهور، دونك فوالا الجمهور فتحي رجع هو بالروح، دابا خصو يزيد يدفعنا على البطوله، والصراحه جو بونس كو اون فاز بات جوسكو بو ان شاء الله. اذا فريق الفتح الرباطي اذا يعد الجماهير ديالو بمسيره يعني ناجحه في البطوله. رجعوا لهذا اللقاء النهائي ورجعوا يعني اللاعب الحاسم في هذه المباراه النهائيه الحارس المرمى محمد امين البرقادي. احنا هذا الماتش راه كيديروا غير جوال حارس مرمى السي بدر الدين الادريسي. انت اليوم جيتي ضيف عندنا والضيف ديال البورتري هو ياسين لحد، يعني عندك قصه مع ضربات الترجيح، حتى مخرج الحصه هو حارس مرمى الحاج باهيلي، عندك قصه مع ضربات الترجيح، يعني برزتي للعالم في مونديال 2005 في هولندا وخصوصا في المباراه ضد المنتخب الايطالي، الان كنت حاسم في هذه المواجهه النهائيه واعطاء فريق اولمبيك خريبكا هذا اللقب الغالي. الحمد لله هذا توفيق من ربي، ولكن كنظن ان المجموعه ككل كانت حاسمه ماشي نعم. غير برقادي بوحده، لان شاهدنا تضحيات كبيره من لاعبين طوال 120 دقيقه يعني قتاليه، صبر يعني وتنظيم تكتيكي في المستوى، طبقوا التعليمات ديال السي احمد بحذافيرها، وكتبقى يعني ضربات الترجيح راه كيعطيو واحد الاسم ديال ضربات حد. لا يعني صعيب تقول ضربات حد، صعيب تقول ضربات حد بواحد الشكل كبير. ربما امين ربما دابا حنا غنطاولوا عليك انت. لا انت تتواضع، لا انت تتواضع، لا تتواضع. انا صحيح انه المباراه لما كتمشي بها من اول دقيقه الى الدقيقه 120 تركيز انضباط استجابه لفكر المدرب تركيز ذهني غيره، ولكن انا كنظن لما المباراه كتقرب من نهايتها او غير ملي كتدخل الاشواط الاضافيه تيولي فكر الحارس المرمى منصب على ضربه الترجيحيه، تيولي يحضر نفسه
بل اكثر من ذلك انه كيحضر نفسه هو في قلب المباراه بالذات. كاين حراس يتمناو يوصلوا لضربه الترجيح، وربما انت واحد من هذوك الناس، لانه الحارس المرمى خلال المباراه كيدير دراسه قبليه حول كل اللاعبين اللي مثلا عمليه تصدك لكره باطنه باش تكون انت تعرفوا بانه غادي يضرب في لونغ الاوبوزي، خص تكون حافظ هذاك اللاعب اولا كيضرب باليسرى وثانيا غادي يضرب لك في المكان اللي ماشي هو المكان العادي اللي خصو يصد وصديتي انت ضربه ترجيحيه اللي كانت حاسمه. اللاعب لما كيجي ويضرب الكره عاليا على المرمى خارج الاطار ديال الخشبه الثلاث، معناه انه كيكون عارف بان حارس يحرص على كل التفاصيل داخل المنطقه اللي كيوقف فيها. فما تقوليش بانك ما كنتيش كتهيئ نفسك والمباراه غاده نحو الضرب الترجيحي، كتهيئ نفسك وغاعرف مسبقا شكون هما اللي غيسدوا ضربات الترجيح. التهيئ كيكون قبل المباراه بطبيعه الحال، كتعرف جوج اللاعبين يعني معروفين في البطوله الوطنيه واصدقاء اللي كان حيوم هذا المنبر، لا مراد بطنا اللي ضيع لاعب كبير، ما ماشي انا اللي غادي نشكره، يعني كتعرف جوج اللاعبين، كتعرف الرجل باش كيسدد، كتعرف المكان فين كيسدد، كتعرف بزاف د المسائل. التحضير كيكون قبل المباراه، ويمكن نشاطرك الراي في ديك اللحظات الاخيره من المقابله. كنظن ماشي لان الا هرب لك التركيز، صحيح نصب كليا على 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 ضربات الجزاء، يمكن ما توصل ليهمش يمكن ما تصدش هذيك الكره ديال الدقه 113 اللي قال لها فعلا هو كاين حتى يعني واحد الجانب اخر، انه الحارس ملي كتكون عنده واحد السمعه معروف بانه مثلا راه كيتقن حتى ذاك اللاعب اللي يمكن انه غيضرب ضده، كيكون عنده واحد الحاجز نفسي اللي يمكن. وكاينه مساله اخرى، ان بعض اللاعبين اللي كيكونوا معك في المنتخب ديال المحليين لان كتدرب معاهم بزاف منهم باطنا لا وكاين واحد القضيه ما كيفطنوناش المهاجمين، ان حراس المرمى كينصبوا فخ خلال التحضيرات ديالو في المنتخبات الاولمبيه، تقول له جيت خاطر نديروا ضربات الجزاء، هو راه كيصطادوا باش يعرف الطريقه اللي كيصطاد بها، كيقرا يولي وحده ومع دابا. بالفعل يعني الجانب النفسي كيلعب دور كبير في ضربات الجزاء، واللي كان مركز اكثر ومهيئ اكثر واثق من نفسه اكثر، كنظن انه هو اللي كيكون عنده نسبه ديال النجاح اكثر. إذا كان نجاح للحارس محمد أمين البرقادي في ضربات الترجيح وتفوق لفريق أولمبيك خريبكا 4-1. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليلة في الشوط الثاني ديال الماتش. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني ديال برنامج الماتش، اللي مرة أخرى نذكركم هذه الحصة مسجلة وغير العادة، هي ليست مباشرة لأن يعني ضيوفنا ما كانش إمكانهم الحضور معنا يوم الأحد. ضيوفنا هما السي أحمد العجلاني مدرب فريق أولمبيك خريبكا، وكذلك محمد أمين البرقادي حارس مرمى فريق أولمبيك خريبكا. والحديث على الحدث هو تتويج فريق أولمبيك خريبكا للمرة الثانية باللقب ديالو. تكلمنا على المباراة النهائية السي أحمد، تكلمنا شوية على الظروف اللي سبقات هذه المباراة النهائية، الصعوبات اللي كتشتغل فيها انت والفريق ديالك. خلينا نتكلموا شويه على الان، ربما انتظاراتكم من بعد تحقيق هذا الانجاز، هو انجاز كبير عادة بالنسبة لجميع الفرق، لكن ربما اكبر بالنسبة لكم نظرا للظروف اللي يعني عايشين فيها اليوم. ايوه مشكل معناها مشكل كبير معناها بالنسبه صراحه، معناها وانا واضح وصريح، معناها انا كنت طالب لانه الموسم الفارط لا بيرفورمانس اللي عملناها صعيب باش تتعاود. صحيح عملنا موسم ب 13 لاعب، عندي 9 لاعبين لعبوا 29 مقابله في الدوري، وعندي 5 لاعبين الانجليز وي لعبوا 30 مقابله في الدوري منهم امين لعبوا 30 مقابله. ما تنجمش تلعب بطولة ب 13 لاعب، وكنت طالب باش ندعم الفريق. صحيح. ما دعمناش الفريق. أنا ما دعمناش، مش معناها أنا مش حاب كل ملاعب. شحال كنت طالب ديال اللاعبين مثلا؟ 7-8 وشديتي 5؟ طالب 6 لاعبين ما شديت شيء. طالب 6 لاعبين في مستوى معين وبالأسماء. وقبل ما نروح أعطيتهم الأسماء
وتكلمت فيهم وكذا، لكن وقت اللي تجي تقول والله الطموحات كبيره لكن الامكانيات ما عندناش، ما ثماش، ما عادش فما لاعبين، ما عادش فما لاعبين اللي معناها باش يكون باثمان كذا، ولا باش تجيب لاعب اللي يلزمك تصبر عليه، لكن انا حاجتي بلاعبين اللي باش يعاونني، حاجتي لاعبين اللي باش يعطيني الاضافه. صحيح، معناها الاضافه دابا معناها عندي لاعبين اللي ممكن عندهم امكانيات باش يوصلوا، باش يوصلوا بعد ما يشتغلوا، بعد ما الفريق يمشي مزيان، ممكن تحط فيه الدعم وبواحد عنصر اثنين من الصغار، لكن حاجتي بلاعبين اللي باش تعطيني الاضافه تو. يعني حتى يعني ربما المسؤولين ديال فريق اولمبيك خريبكا خلينا نقولوا انهم محظوظين، لان اليوم اللي تعاقدوا معك السي احمد العجلاني الفريق كان غادي للهاويه، كان كيحتل يعني رتبه ما قبل الاخيره. الاخيره الان الفريق الحكم في اخر مقابله. صحيح صحيح، لان هدف تسجيل في الملعب. نعم، والان الفريق الموسم اللي من بعد يعني الموسم اللي عانى فيه كثير حتى الرتبه الثانيه، هذا الموسم كاس العرش يعني اكثر من التوقعات. اكثر من التوقعات، نزيدك. نعم، اللي انا بين الموسم الفرط معناها لما بدايه الموسم نحيت 16 لاعب. نعم، 16 لاعب من الفريق مشاو بحر، وجبت اثنين ولا ثلاثه، جبت رشيد تبركانين وجبت امين برقادي تقريب بليل. نعم، هذا جبت نحيت 16 وجبت ثلاثة. الموسم هذا الطالب مش معناها ما عنديش، مش معناها ما عنديش فرقتي، فرقتي موجودة. تبغي تساعد فرقتك يعني؟ نبغى نحب نساعد فرقتي، ممكن يعني تكون أحسن، ممكن باش تكون أفضل، لأنه في 30 مقابلة متاع الدوري أنا مدرب نعرف اللي لاعب ممكن يكون في 20 مقابلة ممتاز، في خمسة مقابلات متوسط، كاين المارج ديال، وفي خمسة مقابلات اللي ما يأديش. انا نحب وقت يكون اللاعب نتاعي اللي ممتاز في 20 مقابلة هو باش ينقص المردود نتاعو، يلقى شكون اللي باش ياخذ الدور نتاعو باش يعطي الإضافة. نعم، خاطر ما تنجمش، سامحني، ما تنجمش تلعب الدوري ب 11 اساسي. يعني قبل قليل قلتي واحد الكلمه اللي ما خصناش نمر على مرور كرام، قلتي المسؤولين انه المباراه النهائيه ممكن تكون اخر مباراه لك. واش الرغبه دائما كاينه؟ دائما كاينه، لانه سقف الطموحات كبير جدا على امكانياتي. يعني ممكن توقعوا في اي لحظه السي العجلاني غادر اولمبيك خريبكا؟ ممكن، انا باش نقول لك صراحه، باش نقول لك انا سقف المعاناه وقداش انا باش نستحمل انا واللاعبين نتاعي. نعم، قداش عندي حد اللي باش نستقبل به. احنا في شهر ونص عملنا، شد عندك قيادها، عملنا 10,000 كيلومتر بالبوس. 10,000 كيلومتر مشينا من الشرق للغرب بالبوس. انا تفهم ايش معناها 10,000 كيلومتر بالبوس؟ انت ولاعبينك سواء تلعب في ملعبك ولا تلعب برا سي نفس الشيء، سي بحال بحال. يعني النقطة هذه اللي تكلمتي عليها والتلويح ديالك ب يعني التفكير في مغادرة الفريق، أنت دائما كنت كتقول أنا صابر على حاجة واحدة، على اللاعبين ديالي، لأن ما يمكنش نغدرهم، ما يمكنش نخليهم يعني لوحدهم. اليوم يعني شنو تغير؟ ونسمعوا كذلك ربما محمد أمين، أنت كاللاعبين يعني اللي عندهم تجربة كبيرة في البطولة الوطنية، كيفاش كتعيشوا هذا الوضع؟ يعني احنا ربما لما نشوفوا مستوى والاسم ديال محمد أمين البرقادي ما ننتظروش أنه يكون يعني كيعاني هذه المعاناة هكا والصعوبات يعني في المسائل الاوليه ديال البيابا ديال كره القدم، وهو مثلا الظروف ديال التدريب. بطبيعه الحال هو عندك الظروف ديال التدريب، التنقل، عانينا كثير من التنقل هذا بدايه الموسم. كنظن ان نقطه واحده اللي تحسب للاولمبيك خريبكا كنظن ان هي المستحقات الماديه اللي كتصرف نوعا ما في الوقت وهذا. اما المسائل الاوليه هي ملعب ديال التدريب، هذا كما قلتي من ما يمكنش تيران كارثي، ما بقيتش كاع حتى الكلمه اللي كيكون كارثي واصعب بالنسبه لحارس المرمى لانه هو اللي كيتكرفص فيها كارثي، وزياده على كارثي في الزنقه، كنترينو في الزنقه. نعم، اللي دايز مكشوف. نعم، مكشوف. ثاني حاجه ما عندناش، انت كتشوف ما عندناش ملعب فين نستقبل المباريات. كنطلب سيدي احمد
باش نجريو المقابلات ديالنا في ملعب مراكش. ما عرفتش شنو هو المشكل اللي كان صرا باش ما استقبلناش تما من 14. انا طالب هذا من الموسم الفرد، من نهايه الموسم الفرد خذوا لنا ملعب مراكش، وكنت نحب نلعب ضد الوداد في ملعب مراكش افضل نلعب ب 40,000 متفرج افضل، نجم نغطي حتى المصاريف. جيت باش نقول لك راه ثم عندي مشكله كبيره اخرى ما ذكرتهاش، عندي 5 لاعبين من 13 نتاعي من الاساسيين فانت كونترا اون فانت كونترا بعد شهر ونص قادرين باش اي نادي يفوضهم ويوقع معهم. سي احمد انا كنعتقد المخيف العمليه واللي كيخوفنا اكثر على اولمبيك خريبكا بعد فوزه بلقب كاس العرش، يمكن رغم اننا بدردين احنا في حلقه يعني احتفاليه بهذا اللقب وهذا الانجاز التاريخي ديال فريق اولمبيك خريبكا. وخصنا صراحه يعني تابعت انا فريق اولمبيك خريبكا في الادوار الاخيره وشفت يعني اللاعبين كيفاش يعني الاستماته ديالهم والهدف ديالهم كان هو هذا اللقب وحقه، واللي كيتكلموا على هذه الظروف فانا كنقول لك كنعطيه قيمه اكبر من هذا. انا شخصيا مندهش لانني ربما بمعرفتي الكبيره باولمبيك خريبكا كفريق ربما كنت كتشرف عليه واحده من اكبر المؤسسات العموميه في المغرب، ولا زالت كفريق وضع تغير لانه الامر ما بقاش المؤسسه هي التي تدير الفريق بشكل مباشر، وبالتالي تم انتقاله الى اعضاء اخرين وبقات هي كمحتضن وداعم. ولكن مع عمري انا شخصيا كنت كنسمع على ان اولمبيك خريبكا تعاني مثل هذه المعاناه. المخيف ما في الامر سي احمد وامين هو ان فريق اولمبيك خريبكا مقبل على منافسه قاريه يحمل فيها تمثيلية كرة قدم المغربية، ونحن لطالما اشتكينا من هذا البلاطو وفي غيره في أن هناك عدد تفريط مستمر نتيجة سوء الأداء، نتيجة الخروج المتواتر للأندية المغربية من الأدوار الأولى لكأس إفريقيا سواء عصبة الأبطال أو كأس الاتحاد الإفريقي، أن هذا كيضعف موقف الأندية المغربية على مستوى المنافسة، ربما غادي يمشي بها إلى نوليو تعتبره بحال منتخبات اللي مصنفة في القبعة الخامسة أو السادسة. فكنعتقد اليوم بالنسبه لك السي احمد العجلاني بقائك، انا ما نقولش انت عندك نيه للرحيل، ولكن البقاء في اولمبيك خريبكا في ظل هذا السقف الطموح اللي هو موضوع لك، شنو كتطلب انت بشكل مباشر لكي يتحقق في الان بشكل عاجل لكي تضمن بقائك مع اولمبيك خريبكا، وبقائك مع اولمبيك خريبكا وبقاء وعمل على تحقيق هذيك الرهانات اللي كتكلمت عليها بالنسبه للمدرب وبالنسبه لاي مسؤول؟ جيري سي بريفوار. صحيح. انا مدرب ما نشوفش هنا. دي قاعدة. انا نشوف هنا. نشوف بعيد. نشوف القدام. فريقي انا عندي 5 لاعبين اون فان كونترا. بعد 6 اشهر وشكون هما الخمسة؟ سو دي جوار تيتولاري يمثلوا 50% من الفرق. بعد شهر ونص اخر يجي يوقعوا في اندية. اش مازالوا قادرين باش يعطيوني. صحيح. واحد اول شيء ساعه باش تضمن اللي لاعبينك اللي قاعدين عندك. ثاني شيء اللي انت باش دعم الفريق. ثلاثة ملاعبيه في نيفو مزيان مرحبا، لكن ما تجيبليش زوز لاعبيه لعبوا سامحني مع كل احتراماتي لعبوا في الدرجه الثالثه في الدرجه الرابعه باللعب من الامل باش تطلعوا. لا هذا ما خصهم الاشتغال، هذوما خصني باش نشتغل. انت داخل على منافسه قاريه. انا داخل على منافسه قاريه طبعا، انا داخل على الشامبيونز ليغ. والناس حتى في تونس قلت لهم راه طموحاتنا محدوده في الشامبيونز ليغ، قل لا نعرفوك اللي انت تحب تربح وغانيور. لا انا ما عنديش امكانيات، المجموعه اللي عندي انا عندي فيها ثقه، لكن انت الله يحفظهم ان شاء الله، انت تضمن لي اصابات؟ نعم صحيح. انت تضمن لي كارت احمر بتاع طرد تعسفي؟ انا شفنا في ماتش كوب دافريك طرد بتاع قروشي على تاكل مالي له حتى معنا كارت احمر في الشامبيونز ليج باش نلعب. نهار اخر الجماهير ولا المحللين الرياضيين تجي يقول لك انت يا سي العجلاني ما عندكش تقول ما عنديش ديفونسور، مالا كيفاش انت مدرب و تو نا با بريفو اللي باش يطرد لك واحد ولا باش واحد انذار ثالث؟ لا تعذر في هذه العمليه. معناها الخطا نتاعي انا. نعم. انا نقولوا من دابا وانا فرحان. خاطر 4 ساعات الناس بالايموسيون، والله احنا ما قصروش وملا بيدنا رجال، ايه وما شافش القدام. من غدوه يجي يقول والله انا عندي مشكل. لا انا نقول لك من دابا انا عندي مشكل.
انا عندي مشكل، سقف الطموحات عالي جدا عالي متوفر. ولكن واش حديثك مع المسيرين اسمح لي يا جلال، يعني واش كان رد فعل؟ كان رد فعل واش ايجابي ولا سلبي؟ ضروري غيكون رد فعل. في عندك في عندنا قاعده في خريبكة مزيانه بزاف، هي كم حاجه قضيناها بتركها. تكلم بعد تقول شريك ما تكلمتش. نعم كاين هذيك واحد الكلمه صعيبه، كن هاني. هذيك كن هاني تاهي وبالتي هي بالتي وداويها بالتي كانت هي الداء. اذا الفريق اولمبيك خريبكة ربما تغير الامور بهذا اللقب بهذا الانجاز. واش كما قال يعني هشام، واش عندك الان واحد الاجنده واحد الموعد مع المسؤولين الكبار على الفريق ولا على المدينه للان نقولوا دابا رحنا لعبنا شويه ضحكنا دابا ندخلوا للمعقول؟ واش يمكن يكونوا هذه الامكانيات يعني اللي كنطلب تكون متوفره باش نكبروا هذا الفريق، نكبروا طموحات الفريق، خصوصا كما قلت احنا داخلين على الشامبيونز ليغ؟ واش نقول لك، معناها ثم نقطة قاعدين ثم بزاف ناس. نعم. قاعدين يلعبوا عليه. والله المدرب مضحي على خاطر اللاعبين، واللاعبين مضحيين على خاطر المدرب. كيف الصبر عندك حد؟ لكن الصبر عنده حد. أنا نعرف الجمهور، أنا مرتاح في خريبكة، معناها صراحة من ناس تحبني، ناس تعامل فيها مزيان. لقي احترام كبير من الجماهير نتاعنا، من لي جون لي غرينغوس هذوكم اللي تحسوا علاقتهم كبيره بالكابتن، معناها وعملنا وجاو باش تجدد كابتن وباش تقعد. هذيك راني انا طالب شيء، راه مش انا طالب فلوس، مانيش طالب فلوس لهنا، انا طالب باش نبقى انا واللاعبين نتاعي نشتغلوا براحة. لاعبين ثم مدربين يقول لك والله يجيب لي لاعبين ما عنديش ملاعبين، لا انا عندي لاعبين، انا عندي ملاعبين، عندي فرقتي، لكن حاجتي باش يكون يعاون لي فرقتي. صحيح. حاول باش يكون باش يعاونني البلوس، باش يعطيني الاضافه، مش ما عنديش فريق، انا عندي فريق لكن لازمني لاعبين، اللي لانه الملاعب مش روبو باش يلعب 30 مقابله مزيان ويربح وكذا وما يتعرضش لاصابه وما يتعرضش برغم الضغوطات. اللي احنا لاعبين توا 15 مقابله صح. لعبنا الدور الاول بكله احنا. امين انت يعني في ظل هذه الظروف وانت كذلك من اللاعبين اللي ينتهي العقد ديالو مع الفريق في نهايه الموسم، واش انت يعني متفائل بالمستقبل ديال الفريق، المسيره ديالو القادمه في دوري ابطال افريقيا؟ واش متفائل ببقائك انت مع هذا الفريق؟ التفاؤل ديما خصو يكون، ولكن عاوتاني خص القاعده ديال فين تشتغلوا كاملين خصها تكون. نعم. لان المسائل الاوليه هي ما كايناش. داخلين على شامبيونز ليغ، دابا حنا تفرغنا للبطوله، خصنا دعم كما شار سيدي احمد، لان كندورو بافيكتيف قليل، ومع البطوله شامبيونز ليغ راك عارف المنافسه ديال المنافسات الافريقيه كيفاش كتكون، على المستوى البدني، على التحامات وداك الشيء، كاين اصابات، كاين سفر، كاين بطائق حمراء، كاين بزاف المسائل، بزاف ديال العوامل اللي كتلعب ضدك. الا ما كانش دعم ديال الفريق كنظن ان غادي نعانيو الامرين خاصه في البطوله الافريقيه. ولكن امين كنظن بالنسبه لك انت، الا تكلمنا على امين البرقادي كحاله خاصه، انتقالك الاولمبيك خريبكة كنعتقد كان انتقال مفصلي، لانه نقلك من واحد الحاله الى واحد الحاله اخرى. عاد ربما اكتشفنا امين البرقادي اللي كنا كنتنبؤوا له وهو كيلعب مع المنتخب الوطني للشبان سنه 2005 بان يكون الحارس الاول للمنتخب المغربي. بعد ذلك مرت واحد السنوات كنختلفوا في الحديث حول لا كارير سبورتيف لا كارير كذا، ولكن كنقول انا اليوم ان مع وصولك لهذا السن، مع وصولك الاولمبيك خريبكة بالذات، حسينا بامين البرقادي اللي كنبحثوا عليه. ربما انت انتقالك الاولمبيك خريبكة بطبيعه الحال هذا الشيء ما كنكروش في هذا المنبر ولا في منابر اعلاميه اخرى، كنت شرط لهذه المساله هذه. يعني اولمبيك خريبكة الشيء اللي كنظن ما لقيتوش من قبل في وداد فاس، اللي كنحترموا كل احترام فريق اللي جاورته لمده 5 سنوات، كنظن لقيت استقرار معنوي استقرار مادي،
ولكن في الاونه الاخيره طاوله الشغال كنظن ان بالتوقيف الملعب وملعب ديال التدريب يعني بحال كارثيه ويعني والافكتيف كما شرت لكم مازال خصو الدعم. كنظن الامور غادي تبدا تصعب علينا شويه شيئا ما مع دخول البطوله الافريقيه. ورغم انه هاد المشاكل فاولمبيك خريبكا عنده ميزه، راه هي جوج لاعبين اللي كانوا من نجوم منتخب الشبان اللي هما رشيد تبركانين لانه تبركانين كان واحد المده انه غاب. نعم. برقا غادي داز مرحله فراغ، خريبكا يمكن انه رغم الظروف هذا الحمد لله جوج لاعبين. كل الدعم لا من الجماهير الخريبكيه يعني من الناس ديال المدينه وداك الشيء، لقيت كل الدعم لا انا ولا زميل ديالي رشيد تبركانين الحمد لله. احنا بغينا نعطيو اكثر لهذا الفريق وهذه المدينه، ولكن كما صار سيدي احمد خصنا طاوله الشيء. لا خلاف حتى امين، خلاف امين الراجل. نعم خلاف معناها بغض النظر على الحارس، بغض النظر على الحارس امين ما عنديش مشكله في غياب امين ولا روتار امين. رشيد تبركاني ما تحكيش، خاطر احنا اللي يجي روتار يخلص يجيب القطو ويجيب الحلوى، رشيد تبركاني ما يتاخر باش ما يجيبش، مكون في اجراء لا باش ما يجيبش خصوصا باش ما يجيبش الحلوى. نواصلوا اذا مع ضيوفنا سي احمد العجلاني ومحمد امين البرقادي، نخليكم الان مع فقره اخبار الكره. مكتب المسير الوداد طلب تفويض من المنخرطين اللي حضروا الجمع العام العادي للفريق نهار الاثنين الماضي باش يصادق على التقرير المالي. طلب مسيري الوداد لقى الموافقة لدى المنخرطين، خاصة أن مكتب الفريق الأحمر برر الطلب ديالو بوجود فقرة في التقرير محسوبة على ولاية الرئيس السابق لم تضبط الحسابات ديالها. الوداد كان من آخر الفرق اللي عقدات الجمع العام ديالها هذا الموسم. اختارت صحيفة ديلي ميل البريطانية مصطفى حجي اللاعب الدولي المغربي السابق في كوفنتري وأستون فيلا ضمن لائحة اللاعبين الأكثر مهارة في تاريخ الدوري الإنجليزي. وضعت الصحيفة مصطفى حجي في المرتبة 33 في التصنيف ديالها حول اللاعبين الأكثر صنعا للفرجة في ملاعب البريمير ليج عبر التاريخ. وأشارت ديلي ميل إلى أن حجي يعد من اللاعبين اللي كانوا يجدون سهولة في مراوغة المنافسين واختراق خطوط الدفاع وصنع الفرجة في الملاعب الإنجليزية. عمر القادوري والمهدي بن عطية أبرز اللاعبين المغاربة اللي علقوا على العمليات الإرهابية اللي ضربت فرنسا. القادوري لاعب نابولي الإيطالي اعتبر في تعليق له على صفحات المواقع الاجتماعية أن الإسلام لا علاقة له بمثل هذه التصرفات، وأن من نفذوا هذه العمليات الإجرامية لا يمكن أن يمثلوا المسلمين. جهته بن عطية برأ جميع الديانات السماوية مثل هذه الأفعال، وقال في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن لا هالديانات ولا مبادئ حقوق الإنسان كتسمح بالقتل. وما بين كذلك الفقرات القارة ديال برنامج الماتش، فقرة الكوتش اللي كان ضيفها الأسبوع الماضي يعني فايلنا عليك بالرباح السي أحمد العجلاني، كان ضيفنا في فقرة الكوتش. فقرة الكوتش اليوم اللي ضيفها هو بيرتران مارشان مدرب فريق نهضة بركان. أعجبتني الفترة الأولى التي جئت فيها إلى المغرب، اشتغلت مع الرجاء، وقعنا على موسم مهم بعد أن كانت الانطلاقة سيئة وتمكنا من تصحيح الوضع خلال مسارنا، لكن الرجاء لم تكن لديه الإمكانات المالية نفسها المتوفرة لديه حاليا، فقد بعنا عقود لاعبين من بينهم بايلا مما صعب مهمتنا في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب النهائي. J'avais
التقيت رئيس نهضة بركان السيد فوزي لقجع الذي حرص على قدومي هنا من أجل العمل. كنت أعرف أن نهضة بركان فريق طموح بوسائل وأهداف مهمة جدا في المستقبل، مما جعلني أهتم بالأمر لأحل هنا وأساعد الفريق على التطور. لقد وجدت مسيرين يشتغلون بشكل جيد وطاقم يعمل في ظروف حسنة ولاعبين لهم مستوى جيد يتطورون تدريجيا، ونعزز مجموعتنا بلاعبين من الخارج لتحسين المستوى العام للفريق. تعجبني كرة القدم المغربية التي هي فرجوية وتتوفر على هامش كبير من التطور. أعتقد أن الكرة المغربية عليها أن تتطور في المواسم القادمة. كنت قد قلت عندما حللت بالمغرب بأنني وجدت لاعبين متميزين لكنهم يحتاجون إلى التكوين. حاليا لا يمكننا أن نكون محترفين إذا لم نتلقى تكوينا احترافيا كما هو عليه الأمر في جميع المهن. فبلوغ المستوى العالي يمر عبر التكوين، والمغرب عليه أن يكون لاعبيه الشباب، فهناك إمكانيات استثنائية. البطولة الاحترافية هي دوري صعب بمستوى متقارب بوجود فرق قوية كالرجاء والوداد باعتبارهما رمزي كرة القدم المغربية، وعليهما التنافس مع فرق مثل نهضة بركان وأولمبيك خريبكا والمغرب تطواني وأخرى التي تبحث عن لاعب الأدوار الطلائعية في هذه البطولة. لدي ذكريات جيدة مع الرجاء، فقد كنت محظوظا بالاشتغال مع فريق وأشخاص جيدين. كان هناك أيضا لاعبون ممتازون من بينهم الحافظي الذي كنت سببا في بروزه، كما أنني كنت متابعا عن قرب للاعبي الأمل الذين كانت لهم إمكانيات كبيرة جدا. وغير بعيد عن بركان فريق شباب الريف الحسيمي يعني اللي كيحرس المرمى ديالو ياسين الحظ، ياسين الحظ الحارس السابق لفريق الرجاء واللي بصم على بداية لا بأس بها. نخليكم مع فقرة البورتري والحارس اللي يمكن الحراس ياسين الحظ. الانتهاء ديال العقد ديالي كان نتيج معني فريق الرجاء البيضاوي، فكانت عندي عدة عروض. كان العرض اللي هو كان في المستوى اللي كان تيوازي الطموحات ديالي كان مع الفريق ديال شباب الريف الحسيمي. الحمد لله وجدت في هذا الفريق هذا كل الدعم، لا من المسيرين ديالو الاحترافيين لا من أضين من الجمهور ديالو الكبير. تنتمنى من الله انني كون قدمت الاضافه المرجوه السنه الماضيه، وان شاء الله السنه ان شاء الله نكونوا في المستوى ونحاولوا باش نرجعوا رجعوا إن شاء الله الأفرح لهذا الفريق ديال شباب الريف الحسيمي. الحمد لله ما لقيتش واحد الوعي واحد العقيق، ولكن كما تتعرف فالسنة الماضية فحنا كان دوزنا سنة كانت شوية صعيبة، خصوصا أن في البداية السنة فكل اللاعبين كانوا تيراهنوا أنهم يقدموا واحد المستوى جيد، ولكن كانت الظروف شوية صعيبة. كما شفتوا السنه الماضيه فحنا تمكننا ان نحافظوا على المكانه ديالنا حتى لاخر دقيقه من اخر جوله، ولكن كانت تجربه مفيده اللي تساعدني في مازال في المشروع ديالي. وكما تعرف فريق الرجاء البيضاوي فهو فريق الام ديالي، فترعرت في جميع الفئات ديالو حتى الفريق الاول، فما كانش فريق سهل. كما تعرف كبرت انا في هذا الفريق هذا، ولكن الحمد لله هذا الفريق هذا فهو وجدت فيه كل الدعم وتمكن انه يساعدني في النسيان ديال التجربه اللي كانت مع فريق الرجاء البيضاوي، وان شاء الله غادي نكون في المستوى السنه ان شاء الله غادي نحاول باش نساعد الزملاء ديالي في تقديم واحد المستوى اللي يكون طيب هذا الموسم. اي حارس مرمى فهو كانت عنده مخططات كبيره، كان يحلم انه يحلم القميص الوطني،
فكما تتعرف المغرب فهو دائما تينجب حراس كبار، والحمد لله كاينين حراس شباب ان شاء الله السنه فهم غادي يقولوا الكلمه ديالهم، وتاتمنى من الله ان شاء الله السنه نكون في مستوى ونقدم الدعم لجميع الناس هذو اللي وضعوا في الثقه. فأسوأ ذكرى كانت عندي فهي إصابة ديالي بالغة في الركبة ديالي، خصوصا أنني كنت في واحد السن ليا شوية صغيرة، وتمكنت أني نبتعد عن الميادين واحد المدة ليا كانت طويلة ليا سنة ونص. فقرة بورتري مع حارس فريق شباب الريف الحسيمي ياسين الحظ، خليكم معنا نلتقي بعد لحظات قليلة والحديث هذه المرة على المنتخب المغربي وطريقة تأهله للدور القادم دور المجموعات من إقصائيات المونديال. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والاخير من الماتش واللي خصصنا يعني حصه الاسد فيه لفريق اولمبيك خريبكا الفائز بلقب كاس العرش يعني بجداره واستحقاق مع ضيوفنا السي احمد العجلاني وكذلك حارس مرمى فريق الاولمبيك خريبكا محمد امين البرقادي. الحديث الان حول تاهل المنتخب المغربي لدور المجموعات من تصفية المونديال. تأهل ما كانش مقنعا باتفاق الجميع، تأهل ما يمكنش أنه يخفي العديد من الثغرات داخل المنتخب المغربي المقبل يعني على اختبارات هامة جدا يعني ما كتحتملش الفشل. قراءة في ردود الفعل حول هذا التأهل القيصري للمنتخب المغربي لدور المجموعات في هذا الروبورتاج. في سيناريو مريب ومقلق تأهل المنتخب الوطني لدور المجموعات من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، تأهل لم يكن مقنعا للكثير من المراقبين. مستوى اللاعبين في مباراة الإياب أمام غينيا الاستوائية وبعد اختيارات المدرب باتو زكي لم تكن في مستوى التطلعات وطالتها جملة من المؤاخذات. ربما التغييرات الكثيرة اللي كانت على مستوى التركيبة البشرية بالنسبة لباتو زكي خلات الجماهير توضع مجموعة ديال علامات استفهام على المستقبل ديال المنتخب الوطني. الآن احنا كنذكروا على أنه باتو زكي كان خدا زمام ديال الأمور ديال المنتخب في ثاني ماي سنة 2014، يعني الآن تقريبا سنة ونصف، ولكن حتى المعالم ديال المنتخب أو المعالم على الأقل ديال تركيبة قارة بشرية مازال ما بانتش للمنتخب الوطني. لكن على العموم يمكن لي نقول بأنه التأهل تم والمستوى لازال متذبذب، عندنا أمل أنه يتحسن مع توالي المباريات أحسن من أن المنتخب الوطني يلعب مباراة كبيرة في غينيا الاستوائية ويتخسر. رغم أن التأهل يظل هو الأهم، فإن أسود الأطلس الغائبين عن المونديال منذ نسخة فرنسا في العام 1998 عليهم تدارك الموقف قبل فوات الأوان، فالانتظارات كبيرة وتحتاج لعمل كبير للتحقق على أرض الواقع. إذا كان سقف طموحاتنا بتلا يتجاوز بلوغ دور المجموعات حق باتو زكي أن يكون سعيدا بالنتيجة المحققة أمام غينيا الاستوائية ذهبا وإيابا، لهذا فبالنظر للنتائج المحققة في الآونة الأخيرة من طرف المنتخب الوطني أصبحنا نقتنع ونحن مقتنعون بأننا بلوغ دوري المجموعات أصبح في حد ذاته إنجازا. وإذا تحدثت عن الإمكانيات التي وفرت لهذا المنتخب ليذهب إلى بعد نقطة فذلك موضوع آخر. على عكس الفترات السابقة التي كانت فيها سهام النقد ترتفع في حالتي الإقصاء أو الهزيمة، فإن المنتخب الحالي حتى وهو يتأهل لم يسلم من الانتقاد، فهل يتعلق الأمر فعلا بأزمة منتخب؟ في المغرب عشنا حالات اللي هي شادة يمكن نقوله في كرة القدم، عشنا تجربة ديال ربعة ديال المدربين، عشنا تجربة ديال المدرب الأجنبي المدرب الوطني، ولكن ما عمرنا ركزنا على الأهم، والأهم كيبقى دائما هو ديك الاستمرارية في العمل، والاستمرارية ما يمكنش تكون إلا ما كانش واحد الإدارة تقنية قوية.
الا جينا نتكلموا على الاسباب في الوقت الحالي غادي نكونوا مجحفين يعني في حق هذا المنتخب، لانه هناك تراكمات ديال سنوات وسنوات، يعني المنتخب تاسس على واحد المجموعه ديال الاشياء اللي ربما ما كانتش واضحه. لاحظنا انه الاعتماد الان كلي على اللاعبين مواليد المهجر، هما لاعبين مغاربه على كل حال، وتم يعني هدم واحد القاعده اللي كانت تتاسس من المنتخب الوطني المغربي. تاريخ المنتخب الوطني لا يسجل فقط غيابه عن نهائيات كاس العالم منذ مده طويله، فحتى المنافسة الأولى في القارة الإفريقية لم يحقق فيها شيئا يذكر ومنذ سنوات طوال. نحن نتحدث عن أزمة منذ 2004، في الأزمة المتمثلة في الاختيارات، في الطريقة التي يشتغل بها الناخب الوطني الحالي والناخب وكل مدربين الذين سبقوا، فالاعتماد بشكل كلي على اللاعبين المحترفين فأكيد أنه لن يؤدي إلى نتيجة. لدينا مجموعة من اللاعبين في البطولة لم يستحقون فرصتهم، وبالتالي علينا المنظور لهذه البطولة كمنتوج كروي وطني تطور كثيرا في الآونة الأخيرة. الرهان القادم لكتيبة بادو الزكي هو تصفيات كأس إفريقيا للأمم شهر مارس المقبل، بينما تصفيات المونديال لن تنطلق سوى بعد سنة من الآن. فهل ستكفي هذه المدة لتغير في المنتخب ما ينبغي تغييره؟ سؤال ستجيب عنه الاستحقاقات القادمة. إذن يعني أسبوع بعد هذا التأهل الصعب للمنتخب المغربي لدور المجموعات، لا زال يعني حديث الشارع، حديث كذلك الأوساط الكروية حول يعني هذا المنتخب يعني وطموحه وإمكانياته باش يمشي بعيد في هذه الإقصائيات. وإذا تكملت علينا هي الفيفا اللي وصفت بأن تأهل المغرب أمام أسود الأطلس كان هو المفاجأة الوحيدة في الإقصائيات. بدر الدين، بطبيعة الحال ربما لأنه التحدي لكرة القدم تأخذ بالاعتبار التصنيف ديال الفيفا، يأخذ بعين الاعتبار كون أن منتخب غينيا الاستوائية كان رابع للمنتخبات الإفريقية في آخر نسخة لكأس إفريقيا الأمم نظمت بغينيا الاستوائية سنة 2015، والمغرب لم يكن حاضر فيها. إذا هذه اعتبارات ربما هي اللي كتحضر. وأيضا هناك عنصر آخر هو أن ربما المنتخب المغربي لما تم تصنيف المنتخبات الإفريقية من قبعتين، كل قبعة فيها 20 منتخب، صنفنا احنا في القبعة الثانية مع المنتخبات اللي هي لعبات اول مباراه في الميدان ديالها عاد انتقلت للميدان الخصم. فربما المنتخب المغربي هو من قله المنتخبات في هذه القبعه اللي شكلت استثناء وتمكنت انها تقصي منتخب ديال القبعه الاخرى. انا كنعتقد اليوم وحنا كنعيشوا كل هذه الايام وهي تنصرم، يمكن حاله القلق او حاله الوجع أو ديك الخدوش بقى مرتسمة في ذاكرة الجميع، ولكن مع الأيام كنوليو نطرحوا واحد السؤال، أش من جانب خصنا نشوفه في الكأس؟ هل نرى ما هو فارغ في الكأس أم نرى ما هو ممتلئ في الكأس؟ إذا كنا غنشوفوا ما هو ممتلئ في الكأس، الفريق الوطني المغربي اليوم ضمن مروره إلى دور المجموعات، والمنتخب المغربي فقط الآن يعني هذه هي النقطة الإيجابية الوحيدة بدر الدين. فقط لأن كانت عتكون مصيبة لو خرج المنتخب المغربي من دور المجموعات. طبيعة الحال أمر كارثي، ولكن ما كيعمرش الكأس، ولكن ما كيعمرش الكأس، ولكن إلى شفنا منتخبات أخرى كيف تأهلت دون لا دولور بحال اللي تيقولوا، منتخب غانا كيف قبض على تأهله بطريقة صعبة للغاية، منتخبات أخرى اليوم اللي كيبدو لي وشيء مثير أيضا وربما هو اللي غيكون حافز على عمل وعلى تصحيح كل هذه الأخطاء. نحن نتفق على أن مباراة غينيا الاستوائية في باطا أعطتنا الوجه المعكوس الذي ربما لم نكن نتوقعه، لا على مستوى تدبير المباراة التكتيكية، لا على مستوى الاختيارات البشرية، لا على مستوى الانخلابات النوعية في نهج اللاعب. ولكن اليوم كنعتقد على أنه بمرورنا إلى دور المجموعات أصبح هناك عمل آخر ينتظر الناخب الوطني، لأننا سننتمي وربما هذه أول مرة منذ فترة طويلة أنا شخصيا شاهدش 20 منتخب من هذا المستوى كلهم يصلون إلى الدور الحاسم، منتخبات 10 منهم هم من مثلوا إفريقيا على مر تاريخ نهائية كأس العالم. ما يقارب 95% من هذه المنتخبات فازت ب 95% من الكؤوس الافريقيه للامم. اذا نحن في كل عمل اي حسبه بغيتي، وهذا الشيء اللي كتقول السي بدر الدين يعني مساله كتزيد تخلعنا، لان بالمستوى اللي ضرب المنتخب المغربي في اللقاء ديالو سواء باكادير سواء بباطا
ما كيطمئنش. لا صراحة أنا قلناها ربما كنا التمسنا الأعذار للفريق الوطني المغربي في مباراته في الذهاب بمدينة أكادير. نعم. قلنا على أنه لعب منقص العدد لمدة 45 دقيقة ومع ذلك توصل إلى أن يفوز وفاز بهدف للا شيء. قلنا أيضا على أن المنتخب المغربي تأثر بالكثير من الغيابات الوزينة لقصد النواة الصلبة لما أربعة ديال اللاعبين كريم الأحمدي منير عبادي نبيل درار وأيضا أمرابط كلهم كتقتلعهم من نواة الصلبة. قبل قليل السي أحمد العجلاني يتكلم على خمسة لاعبين في نهاية عقودهم. إلا أنت حيدت له هاد الخمسة اللاعبين كأنك حيدت له ربما لامويل إبينيير يعني العمود الفقري للفريق. فإذا هاد الغيابات كلها أيضا اللاعب بنقص عددي استصغنا هاد العملية ولكن ما لم نستصغ هو طريقة تدبيرنا لمباراة الإياب كأنها وضعتنا أمام سؤال هاد 18 شهر التي أمضيناها في التحضير لهذه المباراة ولغيرها ما دفعنا فيها. هذا هو السؤال وربما أنا تابعت معكم التحليل وكان تحليل عميق جدا بأسئلة عميقة جدا. إذا كنا قد أنفقنا 18 شهرا في الإعداد هذا المنتخب وبكل هذه المباريات الودية التي خضناها وكانت الجامعة فيها سخية في إعداد المحكات الودية لننتهي إلى صورة كالصورة التي قدمناها شيء مخيف جدا. أنا أتمنى أن يكون هذا استثناء. أما القاعدة أن يكون هناك عمل متواصل للعودة إلى منتخب وطني ناضج. سي أحمد عجلاني ولو يعني أنتم المدربين ما كتبغيوش تتكلموا على العمل ديال الزملاء ديالكم يعني كتحليل للمستوى ديال هاد المباراة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب غينيا السوائية. بالنسبة للمنتخب المغربي اللي صار في المقابلتين هذوما هو الترشح. وبعد ما ترشح ما نحكيوش عليه. لكن ثم قاعدة لأنه المغرب باش يجي توا في دور المجموعات والمغرب موش باش يكون هو أقوى فريق. ثم شكون البريمير ليست ودوزيام ليست وتروازيام وممكن المغرب باش يكون في المجموعة الرابعة في التصنيف الرابع. نعم في التصنيف الرابع. نقولوا احنا كيفاش تكون قادر باش تفوز بالبطولة في أي بطولة حتى في بطولة من أربعة فرق ولا خمسة فرق كيفاش تكون أنت بطل باش تمشي تلعب كأس العالم لأنه المغرب توا في كأس العالم الجاية باش يكون 20 سنة مرت على الفريق. أول شيء لأنك باش تشيل تقولش عليك باش تحسب على بطولة باش تربح بطولة ما يمكنش ما يكون عندك حارس مرمى في مستوى عالي جدا. ثاني شيء ما يكون عندك دفاع صمام الأمان. من بعد نروحوا للهجوم. معناها لازم لي كريتير الاولانيين هما حارس مرمى ممتاز دفاع صلب. ثاني شيء باش تكون قادر للهجوم. هذوما الثلاثة الأساسيين. ثم المعطى الآخر هو لازمك لاعبين اللي يعرفوا يسافروا في الأفريق. نعم احنا سواء حتى منتخب تونس راه نفس الشيء لما نجي نحضروا روحنا باش نلعبوا ضد منتخب الارجنتين ضد منتخب البرازيل ضد منتخب فرنسا ضد منتخب هولندا نبانوا في كره عاليه لكن احنا ماناش نلعبوا في معاهم في البطوله نلعبوا اون باس بار لافريك وي اون باس بار لافريك ماناش نوصلوا نلعبوا باش نكونوا قادرين. لازمنا لاعبين اللي قادرين باش يسافروا لافريك وعندهم التضحيات وعقليه معينه باش يوصلوا منتخب المغرب صار 20 سنه بطاقه المغرب باش توصل كاس العالم. امين انت كنت يعني في الرحله مع المنتخب المغربي كيفاش عشتوا هاد المباراه؟ بطبيعه الحال كانت فرحه بالتاهل لكن ضروري ان حتى يعني الطاقم ما كانش راضي واللاعبين ما راضينش ربما بالمستوى اللي مرت فيه هاد المواجهه. اول شيء كنشكر جميع هذا المنبر اللي وفرت لنا يعني جميع الظروف. نعم. ابتداء بالطائره لوطيل يعني تنقل حتى الملعب كان في المستوى الكبير كما شارج احمد يعني المهم في هذا الشيء كامل هو التاهل. نعم. وما نقصوش من القيمه ديال المنتخب الغيني لان كما كان الحال دمي فيناليز ديال كاس افريقيا الاخيره. نعم. اصعب شيء يعني في المقابلات ديال الي روتور هي تلعب المقابله الثانيه خارج صحيح خارج ارض الوطن. نعم. كنظن ان كما كان الحال تدبرت الامور كما يجب باش نتاهلوا
الحمد لله على التأهل، وننظروا بتفاؤل الأمام، ون يعني نخليو الطاقم التقني يعني يفكر في مستقبل الفريق الوطني، لأن داخلين على مقابلة جد قوية اللي كنتمناو نخوضوها بشكل حسن من هذا اللي ظهرنا به ان شاء الله في غينيا، باش نهديو التأهل اللي افتقدناه لسنوات للشعب المغربي. التأهل للمونديال هناك كذلك إقصائيات كأس إفريقيا للأمم، مباراتين شهر مارس أمام الكاب فير، أما يعني الإقصائية ديال كأس العالم فتبدا في شهر أكتوبر. نخليكم مع فقرة ميكرو الماتش وآراء الشارع المغربي حول هذا التأهل الصعب للمنتخب. مبروك علينا التأهل لدور المجموعات. فالمنتخب الوطني لازم الجمهور المغربي عامه يصبر عليه، راه بدو الذاكره خدام ان شاء الله وما غيكون الخير من القدام. المستوى كان ضعيف بزاف، ولكن اهم حاجه هي التأهل، لان كانوا لي زونترينور من قبل كانوا كيلعبوا كيفرجوا ولكن ما كيتأهلوش، رغم زعما كانوا غيابات وداك الشيء. بالنسبه للتشكيله الوطنيه كانوا 7 حتى 8 الغيابات، غير هذا بالنسبه لي انا زعما ما قنعنيش. بالنسبه لي انا ما قنعنيش، انا اللي نتمناه ان المغرب مازال يزيد يطلعوا شويه النيفو ويبان زعما ويبان المستوى الحقيقي ديال المنتخب الوطني المغربي. الحاجه الوحيده اللي مذكوره دابا اننا نخدموا مزيان ونخدموا بزاف باش اننا نتشهروا لكاس العالم ان شاء الله 2018. الاجواء الافريقيه ديما كتبقى صعيبه، ماشي بحال اللعب داخل الميدان. صراحه كنلقاو المنتخب ملي كيف ما كنقولوا كيخرج على برا كيكون الاداء ديالو ماشي في المستوى، ما كيقدرش ينافس الفرق الافريقيه. المستوى ديال المنتخب ما نكذبش عليك، المستوى باهت ودون المستوى. بالنسبه هما خسروا حنا انتصرنا، لان الفريق باش نمشي به بهذا المستوى المونديال تيبان لي ما يمشيش بعيد. المنتخب المغربي اليوم تاهل، ولكن ما شناش هذاك الفرقه اللي غتقدر تنافس في التظاهرات العالميه ولا التظاهرات الافريقيه، وبشنا بان الا كنا غنتاهلوا بدون مستوى لا داعي باش غنتاهلوا. بالنسبه للتشكيله اللي دخل بها لونترينور كانت شويه ناقصه فرافور التشكيله اللي فاتت، كنتمناو ان شاء الله يدارك هذا الشيء، والامل توجو غادي تكون ان شاء الله بوغ لا كاليفيكاسيون، خصها تكون دار دي موديفيكاسيون او نيفو دو ميليو تيران. خاص مازال خدمه بزاف باش يتاهل المنتخب المغربي، لان كاين فرق قويه في افريقيا، ما بقاش منتخب ضعيف منتخب قوي، كلشي ولا فرق اقوياء، دونك خاص الخدمه مازال الخدمه. المهم المنتخب كيتحسن شيئا فشيئا، رغم الانهزامات في المقابلات الوديه اللي فاتت، هناك تحسن، كاين واحد كاينه خدمه، فهمتي؟ خاص الجمهور المغربي يصبر وما يكون على الخير ان شاء الله. اذا صبر الجمهور المغربي راه ما يكون غير الخير. باطلاله بسرعه على يعني المنتخبات المؤهله، بدر الدين الادريسي ذكر المشاهدين الكرام ان القرعه ستجرى في يونيو المقبل. كما قلنا لكم يعني المنتخب المغربي في التصنيف الرابع والاخير، يعني جو مسيو اميوزي انني نشوف مجموعه صعيبة بزاف ومجموعة سهلة، يعني المغرب يمكن له يكون في نفس المجموعة، مثلا مجموعة فيها كوت ديفوار، كامرون، نيجيريا والمغرب. بالمقابل يمكن تكون مجموعة سهلة يكون فيها مثلا كاب فير، غينيا، اوغندا وليبيا مثلا، يعني كل شيء ممكن. هذا السهل الممتنع اللي عندك على الورق. لا احنا باقي لنا ثاني يونيو وحنا كنلعبوا. لأن اولا عمليه سحب القرعه ديال المجموعات الخمس، باش نذكروا المشاهدين الكرام هناك 20 منتخب متأهل الى الدور النهائي اللي هو دور المجموعات. سيتم توزيع هذا 20 منتخب على خمس مجموعات، كل متصدر لاي مجموعه يتأهل نهائي كاس العالم. بطبيعة الحال انا قلت بشكل استثنائي، يكاد يكون استثنائي لاول مره كنعتقد يصل 20 منتخب من المع ما يوجد على الساحه الافريقيه. صحيح. يعني مع بعض الاستثناءات البسيطه جدا. ما اذا استثنينا غينيا الاستوائيه. لا ما يعني حسب الفيفا اللي كتقول بانها كانت مفاجاه. ما يعني انا شخصيا كنقول اننا سنكون امام إقصائيات أو دور مجموعات ملتهب وساخن ومثير أيضا. نعم. أتمنى أنه يفرز أفضل خمسة منتخبات اللي تستطع تمثل كرة القدم الإفريقية، ولكن هذه العملية ديال التصنيف ما غتتم إلا في آخر شهر
او اخر تصنيف اللي غيسبق عمليه سحب القرعه، فبالتالي كل منتخب تقدم نحو مراكز ما كاينش فرص كثيره بدر، ما كاينش فرص كثيره، هناك مباراتين اقصائيه ديال كاس افريقيا وربما مباراه وديه. هو كاين حتى واحد الملاحظه هو انه من سوء حظنا او يمكن انه يمكن احنا ما كندبروش امور بسهوله، انه في جميع يمكن في السنوات الاخيره المنتخب المغربي دائما كيسقط مع منتخب صاعد في افريقيا وكيكون مفاجاه بالنسبه لنا، وبالتالي فهذا العامل ديال المفاجاه خصنا نحيدوه من بالنا، انه جميع المنتخبات صاعده وجميع المنتخبات في التحول اللي وقع في كره القدم الافريقيه دائما ملي كنتفاجئوا بالراس الاخضر، الراس الاخضر بالنسبه لنا ما كانش في الخريطه الكرويه، ولكن ملي يمكن انه سقط مع المغرب فاجئنا. عاش يعني هنا غينيا الاستوائيه الان ما كانتش حتى هي في واحد الفتره من الفترات في الخريطه الكرويه ديال افريقيا، وبالتالي فكنظن انه ما خصناش نبقاو نستهنوا بالامور، خصنا نعرفوا حجمنا الحقيقي في افريقيا، ودائما اننا نعرفوا بانه مثلا غينيا الاستوائيه راه نفس الحجم مثلا في نيجيريا بالنسبه للمجهود اللي خصنا نديرو، او الكاميرون او المنتخبات اللي هي تقليديا معروفه قويه في افريقيا. وجلال كنعتقد لعبنا حلقه صعبه على مستوى نهائيه الاقصائيه كاس العالم، سنلعب ايضا في مارس حلقه صعبه جدا لاننا غادي نلعبوا مع المنافس المباشر اللي هو الراس الاخضر ذهابا وايابا، ما معنى ان مصيرنا على مستوى كاس افريقيا الامم 2017 في نفس السيناريو في ثلاث ايام غيتحدد في هذا الشهر مارس، فكنعتقد على انه ان الاوان او لا في هذا الوقت بالذات اننا تكون عندنا شويه ضربات الجأش ونمشيو نحو الاشتغال الى ما هو مستقبلي بكثير من التفاؤل، واننا نخليو الناخب الوطني والطاقم التقني الوطني يشتغل بكل الاريحيه الممكنه، لاننا ننتظر فريق وطني قوي ان شاء الله امام الراس الاخضر، لانها غتكون مواجهه صعبه وصعبه جدا. الايجابي فيها ربما هو اننا سنلعب مباراه الذهب خارج المغرب وبعدها سنلعب مباراه، رغم انها ماشي مباراه اقصائيه مباشره يعني، والاهميه ديال اللاعب في الميدان وفي الخارجي يعني انها كتنقص. وصلنا لنهايه هذه الحصه، نخلي كلمه اخيره بدايه من السي محمد امين البرقادي يعني، وهذا التتويج ديال كاس العرش بالنسبه للوسيكا. والتتويج غالي جدا في مشواري الكروي، لا بالنسبه لي لا بالنسبه لعائلتي لا بالنسبه يعني الناس اللي كيعرفوا امين كاملين. كنهدي للجماهير الخريبقيه بصفه خاصه وجماهير المغربيه بصفه عامه، الحمد لله عليه، وكنتمنى نوصلوا لهذا المنوال. دابا التركيز كله غادي يكون منصب على البطوله الاحترافيه، كنتمنى نرجعوا للمسار الصحيح. واخر كلمه شكرا على الاستضافه. يعني ربما هذه ماشي اخر كلمه، انا نرجع لك سؤال اخر، انت البرنامج ديالك يعني راه عامر بزاف هذه السنه، لان تكلمتي على الان لقب ديال بطوله كاس العرش، البطوله مع فريق اولمبيك خريبكا، كذلك كاس افريقي للاعبين المحليين الشان في رواندا، ثم اقصائيات كاس افريقيا، فاقصائيات كاس العالم ما كاينش فين تحك راسك. وكنتمنى بعدا نكون في فلاليس اللي يديرها لا الناخب الوطني سي محمد فخير ولا عباد الزكي، انا غادي نشتغل والكمال على الله الى كتابه، مشينا ان شاء الله للشان. كنظن ان عندنا فريق وطني محلي في المستوى اللي يمكن له ينافس على اللقب بقياده بطبيعه الحال سي محمد فخير. وبالنسبه للفريق الوطني الاول جاية مقابلات حارقة، نتمنى نوجدوا لها ما فيه الكفاية ونكونوا في المستوى باش ننسيو يعني الشعب المغربي. كنظن هذا الاخفاقات ديال السنوات الاخيره ان شاء الله، يعني ينسى الجمهور الاخفاقات، وكما قال ربما يعني حنا دائما طموحنا كبير، رغم اننا دائما في الاخير كتكون شويه ديال خيبه امل. كلمه اخيره السي احمد العجلاني، يعني تكلمتي بقلبك، تكلمتي يعني بواحد الصراحه كبيره اللي كان قلتيه فوق هاد الطابله هذه، يعني حول ما يخص فريق اولمبيك خريبكا والظروف اللي كتمارس فيها الان، شنو هي يعني في عجاله انتظاراتك انت، لان احنا عارفين تشبث اولمبيك خريبكا السي احمد هذه دائما كيلعبوا عليها، تشبث المدينه بالسي العجلاني، تشبث اللاعبين بالسي العجلاني، تشبث الفريق بالسي العجلاني، شنو انت دابا الان يعني انتظاراتك، وشنو ربما المطالب ديالك كذلك؟ اول شيء باش نبدا منين ختم امين، اول شيء نشكركم الساعة على الاستضافة، وكانت لي فرصة باش قعدت معكم وتعرفت على الناس اللي فاهمين في الكورة، وكنا دائما تقريبا سور لا ميم لونغور دوند. بالنسبة للكاس هذه، اول شيء لعائلتي
نعم. أنا عائلتي الوالدة الله يفضلها إن شاء الله، زوجتي بناتي أخويا أخواتي، معناها الناس اللي تحبني، أصحابي اللي تبعوا حتى في الناس اللي ربما بعد مرات كنبقوا نفكروا في الرياضي وكنساو العائلة ديالو اللي ربما كتعاني كثير أكثر. نعم والله تعاني أكثر. نعم. أنا حتى بالنسبة للستاف متاعي وزوجاتهم وعائلاتهم، معناها الناس كل قاعدة تتبع في الكورة مسترسي، معناها الكورة لأنه ما يعيشوش احنا فيها برك، احنا وعائلتنا. نعم. والناس الكل. نعم. ثم اللاعبين متاعهم تاع الملاعب اللي تكسر وقعد في الدار وستة شهر، شكون يقاسي فيه؟ ما هو أمه وقفت له. نعم. وتحرك فيه وبسيف وكذا، معناها ذوما كل. نعم. نحب نهديهم الكاس هذا. بالنسبة للجماهير أولمبيك خريبكا نفس الشيء، معناها عندي ان تري غران ريسبي للجماهير بالرغم من الامكانياتهم بعض الساعات المتواضعه وكذا، تلقى ماشيين ومتكبدين على عناء السفر وعلى. نعم. كذا في المعاناه، معناها بالنسبه لي انا مانيش نجبد في الغطار روحي، انا ندافع على روحي وعلى اللاعبين نتاعي، معناها لانه لما المدرب نتاعهم ما يتكلمش شكون باش يتكلم؟ صحيح. باش يتكلم الملاعبي باش يقول لي والله الملاعب يعمل في المشاكل، لا خلي المدرب يعمل في المشاكل. اذا انا ندافع على اللاعبين. اذا سي احمد العجلاني مدرب ونقابي، يعني يدافع على حقوق اللاعبين. شكرا جزيلا لك سي احمد عجلاني. عايش. شكرا جزيلا محمد امين البرقادي، كذلك تشرفنا بالتواجد ديالكم معنا في بلاطو برنامج الماتش. شكرا لزميلين بدر الدين الادريسي وهشام رمرم. الشكر كذلك الفريق التقني لبرنامج الماتش ومخرج هذا الحصة الحاج محمد الباهلي. نلتقي يوم الأحد القادم هذه المرة في عدد مباشر من برنامجكم الماتش. إلى اللقاء.